أحزاب أحزاب تتناحر، قالوا لي أي حزب تنتمين؟ قلت لا أؤمن بالأحزاب، لكني سأنتمي إلى الحزب الذي يخرج بلدي من التبعية ويرجع بلدي صبية فتية. أريد حزبا يرجع بلدي مثل كوريا واليابان، يغير تاريخها طول الزمان. أريد حزبا يخرج بلدي من العالم الثالث ويرجعها أميرة على كل الأوطان. لا أريد اعتقالات أو أحزان، لا موت في السجون ولا تحت الحيطان، لا شريدا من غير بيت، ولا أرى يتيما يفتقد أحضان. أريد بلدي عروسة ودرة الحسان، كلها خضراء ورد وجنان. لا أريد سجنا ولا سجان، ولا ظلما طول الزمان. لا غربا يتحكم في مصيري ويعطيني بالمجان، يجعلني أسيرة له طول الزمان. أريد شباب بلادي أن يخلق المستحيل من حجر الصوان. أريد شباب بلادي أن يخلق المستحيل من حجر الصوان. هل تقدرون يا سادة أن تجدوا حزبا مثل هذا الحزب في هذا الزمان؟ وإن وجدتموه فاكتبوا اسمي أنا الأولى من الآن.